بسم الله، السلام عليكم. نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وما تنساش تضغطوا على لايك بالنسبه للناس اللي كيعجبهم المحتوى ديال القناه ديالي واللي غادي يعجبهم على الفيديو. وقررت في هذا الفيديو نتقاسم معكم قصه ديال انسان عاشق هاوي محترف فنان، نقدر نسميه ونطلق عليه بزاف ديال التسميات وبزاف ديال الالقاب، بحال مسيو بريكولاج، مسيو بيجو، صانع السيارات، بزاف ديال الالقاب اللي كتليق به واللي كتواتيه لانه فعلا جدير بها وكيستحقها بكل جدارة واستحقاق. غنشارك معكم اوقات فراغ وحياه وهوايه وممارسات الاب ديالي، الله يخليه ليا بابا العزيز، الله يطول لينا في عمره. كيفاش كيدوز الوقت ديالو في تغيير شكل سياره اللي كتكون القيمه ديالها تساوي لا شيء وكتولي تحفه فنيه، نقدروا نعتبروها اكسسوار او لا ان بيجو دو غراند فالور اللي تتولي القيمه ديالو كبيره وكبيره بزاف. علاش كتولي القيمه ديالو كبيره؟ لان الصنع ديالو ما ساهلش، ماشي اي واحد يقدر يساهم او لا اي واحد يقدر يخدم في هذوك السيارات. واللي صعيب بزاف هاد المهمه هو الجمع ديال هذوك قطع الغيار او لا هذوك لي بياس دو روشانج اللي ضروري يكونوا دوريجين. ما يمكنش لاي سياره تمشى مسافات طويله او لا توقف الا ما كانوش لي بياس ديالها خاصين بها. عطيت البابا اللقب ديال المحترف عن جداره واستحقاق لانه كيخدم بيديه وكيصاوب بيديه، كيخدم مع الميكانيسيان، كيصاوب الا خسرت لي الطوموبيل بيديه، كيتكرفص وكيدوز صعاب ومحن طويله باش كيوصل لواحد النتيجه جد مرضيه وجد مفرحه، وكتبان على المحيه ديالو منين هذيك الطوموبيل كدير امارش، كيخدم هذاك الموتور وكتزيد واحد المسافه وكتمشاو وكتجول مناطق المغرب وكدير مسافه طويله من طنجه ووصلوا حتى لمدينه العيون. متخصص في البيجو منهم 203، 403 البريك والفاميليال، 404 حتى هي البريك والفاميليال. بدا بصنع ورشه ديال العمل، ورشه متواضعه بسيطه كينظم فيها الاليات ديالو والادوات ديالو، متمكن من العمل ديالو. ومن بعد نظم جمعيه ديال السيارات القديمه، السيارات العتيقه، لمحترفي السيارات بمجهود خاص، مجهود متواضع بامكانيات متواضعه، ولكن حاول انه يوصل العالم بأكمله. كون صداقات مع ناس من جل أنحاء العالم بحكم النية الصافية والصادقة اللي كيعطي لهاد السيارات والقيمة اللي كيعطيهم والمكانة اللي كيعطيهم، وخصوصا أنه كيعتبرهم بحال رضيع، يعني كيخاف عليهم أكثر ما أنك تخاف على شي وليد صغير يتأذى أو لا طرالي شي مكروه. بحال هكاك التعامل ديالو مع هذوك السيارات. كيف ما كنشوف الولد ديالي كيكبر قدامي كيشوف التطور اللي كدوز بيه او المراحل النمو ديال هذيك السياره، نفس الشيء. فرق شاسع بينه وبين اي ممتلك ديال تحفه فنيه ولا سياره عتيقه، واخا تكون القيمه ديالها كبيره بزاف، ماشي نفس المتعه ونفس الاحساس اللي كيحس به بابا سي الذهبي او الحاج الذهبي كما كيعيطوا ليه صحابو، لان هذيك القيمه الكبيره اللي كيعطي عارف المجهود والوقت والعذاب اللي دوز باش كيوصل لهذيك النتيجه. هاد المتعه هذه ما كيحسش بها اي مالك سياره ولو يكون عنده اسطول ضخم من السيارات. نظم خرجات في وسط المدينه الرباط العاصمه المغرب، وشارك في خرجات دورات حول المملكة المغربية في بزاف ديال المدن، منها الدار البيضاء، الجديدة، طنجة، تطوان، أكادير، مدينة العيون، مدينة بني ملال، مدينة المحمدية، سطات، مدينة إفران، أزيلال، مدينة خريبكة، ميدلت، وزان، وجدة، تازة،
تاونات العديد من المدن اللي تلقاو نجاح كبير وحب جماهيري كبير. ناس ما كتعرفهمش، ما عمرهم ما شافوك، ما عمرهم ما سمعوا على هاد السيارات، ومنين كيشوفوك دايز كيفرحوا كيشيروا ليك كيصوروا. وهذا الاعجاب ما كنعنيش به فئه او لا شريحه عمريه معينه، هاد السيارات وهاد الهوايه كتعجب الصغير والكبير. غنخليكم دابا مع مقتطفات وفيديوهات من خرجات متعدده من الضما في بزاف ديال المدن المغربيه، وفي اخر ديال الفيديو غادي نوريكم المشروع الحالي ديالو، السياره اللي كيخدم عليها دابا، وغنوريكم بعض اللحظات اللي كيقضيها اثناء ترميم هذيك السياره. وكنوعدكم نصور لكم ان شاء الله، نوجد لكم فيديو مقبل باذن الله، وانا راكبه فيها وهي غاديه امارش بعد ما كملت ووجدت وبدات كتجول مدينه الرباط. مزيان مزيان، ما بقات هكاك مزيان، سير سي بون سي بون سي بون سي بون.